أولاً نهني حضرتك ونهني المجلس السادة أعضاء المجلس ونهني المحاماة عامة كل محامين الجمهورية. فعلاً كان يوم جميل، حضور المحامين كان حضور جميل، والتزام المحامين كان التزام جميل، وده كان بفضل الله وفضل الرسالة اللي سعادتك وجهتها لعموم محامين الجمهورية. كان مظهر المحامين مظهر جميل. طبعاً اللي سعادتك اللي بتشوفوه في الفيديوهات اللي حضور المحامين ده مش كل الناس اللي حضرت، أنا شفت محامين بره المحكمة أكتر من اللي جوه المحكمة. للأسف ما حدش صور ولا وثق اللحظات دي بتاع المحامين اللي هي واقفة في الشارع بره، أو حضور المحامين في مناظر كانت جميلة كنت أتمنى تتوثق. محامي جاي مسنود على عصا عشان يدخل يحضر معانا، محامي كبير في السن بيتعكز على محامي تاني، ومناظر للأسف ما حدش صورها. كنت أتمنى الكلام ده يتوثق ويتصور ويتسجل، إن كان يوم جميل. إحنا شفنا محاكمة نقيب الصحفيين ونقيب الأطباء ورئيس الجمهورية، ما شفناش العدد ده كله ولا حد بيحضر. ده الحاضرين كان دفاعا عن المحاماة وكان حبا في سعادتك. والله يا باشا أنا خايف من التجمع ده كله على سعادتك سياسيا. سياسيا فعلا تجلج العدد ده كله والتجمع ده كله يجلج سياسيا.